فلسطين القضية الأولى للإنسانية والعرب، ولن نغير أقوالنا يوماً بأن القدس عاصمة فلسطين الأزلية مهما تحركت بطون الكتب، والأقصى مصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولها معنى قصص عميقة دينياً ووطنياً. إنها فلسطين، فلن تمحو الذاكرة مجزرة دير ياسين 48، مذبحة خان يونس 56، مذبحة الأقصى الأولى 90، مذبحة الحرم الإبراهيمي 94، صبرة، شتيلة، ودير ياسين، وحيفة، وقانا، وآخرهم مذبحة الخيام، والتي تسببت باستشهاد أكثر من 100 شخص على الأقل. قرارات محكمة العدل الدولية ما بين الرفض والتطبيق. قضية الساعة. بعد قرارات محكمة العدل الدولية بأغلبية 13 عضو مقابل عضوين، واللي جاء في أهم قراراتها إيقاف العمليات العسكرية داخل قطاع غزة، وفتح المعبر وإدخال الإغاثات الإنسانية، وتمكين لجان تقصي الحقائق الدولية في اتخاذ مهام أعملها، جاء ذلك بعد الدعوة المقامة من جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، واللي طلبت فيها بوقف الهجوم على قطاع غزة وعلى رفح بوجه الخصوص. وقبل النطق بالحكم، قال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام إن الظروف المعيشية للسكان فلسطين تتدهور، والوضع الإنساني بات كارثياً، مشيراً إن الوضع الإنساني في رفح تدهور أكثر منذ آخر أمر للمحكمة الأخير. خلينا نعرف تفاصيل القرار وملابساته النهاردة في الاستوديو، ومنورنا ضيوفنا الكرام الأستاذ الدكتور تيسير أبو جمعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة فلسطين بغزة. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا بيك. ومعانا الدكتور محمد مهران، متخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي. أهلا وسهلا دكتور، منور الدنيا كلها. خلونا نبتدي بالدكتور تيسير أبو جمعة، عايزين نعرف تعليق حضرتك على قرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة. طبعا قبل ما نخوض في قرارات محكمة العدل الدولية، يجب أن نعرف أنه محكمة العدل الدولية هذه يعني شبيهة أن تسمى محكمة العالمية. طبعا هي محكمة منبثقة عن الأمم المتحدة، يعني من ضمن مؤسسة إحدى فروع الأمم المتحدة، يعني كل الدول العالم مشتركين فيها. فلما نحكي على قرار من محكمة العدل الدولية، يعني هذا القرار يجب أن يطبق على كافة الدول التي تنطوي تحت إطار الأمم المتحدة بما فيهم إسرائيل. طبعا قرار الأمم المتحدة، قرار محكمة العدل الدولية الأخيرة، طالب بوقف الحرب في رفح، وقف الهجوم على رفح. طبعا رفح تعد منطقة الحدودية التي يفصلها عن مدينة رفح المصرية فقط الحدود أو محمر فيلادلفيا. الآن رفح في فترة من الفترات كانت موجود بها معظم سكان قطاع غزة، يعني بتحكي على 1,250,000 مواطن موجود في رفح. أنا كنت موجود في رفح وخرجت أثناء الحرب وعشت الظروف. خرجت من المعبر يا دكتور؟ نعم، خرجت من معبر رفح، عشت ظروف الحياة اللي موجودة في رفح. لما بتحكي على أنه هجوم إسرائيلي على رفح، بتحكي على أنه بدك تعمل كارثة إنسانية، بدك تعمل مذابح ومجازر، لأنه أنت لو حجر طوبة تم قذفة على المنطقة اللي فيها الخيام للنازحين حتقتل عدد كبير، فما بالك في ناس بيلقوا قنابل تزن كيلوات، كيلوغرام أو 10 أو 50 أو طن من المتفجرات على خيام للنازحين. حضرتك شايف قيام إسرائيل بالاعتداء على الخيام الخاصة بالنازحين تقريبا بعد ساعات من صدور قرارات محكمة العدل الدولية، ده شايفه إزاي؟ بيعتبر تحدي لقرارات محكمة العدل الدولية؟ إهمال أو عدم انصياع من قبل دولة الكيان الصهيوني لقرارات محكمة العدل الدولية؟ طبعا إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون، هذا يعني معروف أن إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون، دولة لا يطبق عليها أي حكم بما فيها قرارات مجلس الأمن، لا يطبق عليها شيء. هي بعد صدور القرار بدقائق قامت بهذه المجزرة. طبعا التبريرات موجودة، ده بيعتبر الرد منها على محكمة العدل الدولية. طبعا هي لن تنفذ وقف الهجوم على رفح، هي مستمرة، بالعكس زادت وتيرة الحرب في رفح،
زادت وديرة الهجمة في رفح. الآن نحكي على احتلال محور فيلادلفيا اللي هي الحدود المصرية الفلسطينية. دكتور محمد، حضرتك متخصص في القانون الدولي، عايزين نعرف بقى بحكم تخصص حضرتك، هل قرارات محكمة العدل الدولية بتعتبر ملزمة للدول، وخاصة في آخر قرارات صدرت في موضوع غزة وفلسطين وفي رفح؟ إسرائيل بعتت وأرسلت وفد للدفاع في هذه القضية المقامة من جنوب أفريقيا، ليه ما التزمتش في حين إن هي قدمت دفاعها قدام محكمة العدل الدولية، وعلى الجانب الآخر لم تلتزم بالقرارات الصادرة من محكمة العدل الدولية؟ فهل ليها صفة الإلزام من عدمه؟ خلينا نتكلم طبعا إن قرارات محكمة العدل الدولية وأحكامها طبعا ملزمة وفقا لميثاق الأمم المتحدة وللنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. طبعا إسرائيل ليس بجديد عليها عدم احترام يعني قرارات الشرعية الدولية، الأجهزة الدولية، مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية. وإسرائيل تتعمد بشكل واضح انتهاك القانون الدولي، يعني كما تحدثنا ليس بجديد عليها، فهي متعمدة بشكل واضح أن تنتهك القانون الدولي. ويعني هذه كانت رسالة واضحة بعد ساعات يعني من صدور القرار من محكمة العدل الدولية بناء على الطلب الإضافي الذي تقدمت به جنوب إفريقيا. يعني بعد ساعات من هذا القرار، وكان يجب عليها أن تلتزم لهذا الحكم وفقا للمادة 94. يعني ميثاق الأمم المتحدة بيتحدث على أن الدول لابد أن تنفذ أحكام محكمة العدل الدولية بحسن نية. طب هل القائم بتنفيذ أحكام أو قرارات محكمة العدل الدولية هو مجلس الأمن؟ هو خلينا نتكلم أن يعني المفترض زي ما قلنا وفقا لميثاق الأمم المتحدة أن الدول بتقوم بتنفيذ الأحكام التي تصدر من محكمة العدل الدولة مباشرة بحسن نية، دون اللجوء إلى مجلس دون اللجوء إلى مجلس الأمن. في حالة طبعا عدم التنفيذ طبعا، وده بيكون يعني من المفترض أن نادر حدوث، لأن محكمة العدل الدولية هي جهاز رئيسي قضائي ده يعني وقوي لابد أن تنفذ قراراته، يتم اللجوء لمجلس الأمن. طبعا عندنا مشكلة كبيرة أن مجلس الأمن هو أكبر مشكلة الآن، هو من تسبب في يعني تصعيد النزاع حتى الآن، ووصلت الكارثة الإنسانية لما نحن فيه. مجلس الأمن طبعا عليه مسؤولية كبيرة ودور يعني قانوني وسياسي وأخلاقي. مجلس الأمن هو المفترض يعني من يحمي الشرعية الدولية والقرارات التي تصدر من الأجهزة الدولية، لكن للأسف مجلس الأمن تراخى بسبب يعني الدعم الأمريكي اللامحدود لإسرائيل. طب خلينا نوصل لحضرتك نقطة، في حال عدم انصياع وعدم استجابة دولة الكيان الصهيوني لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، إيه الواجب أو المفترض أن مجلس الأمن يقوم به في هذه القضية لنفاذ أحكام محكمة العدل الدولية، وخاصة أن في بعض الدول ليها الحق أن هي تعترف بقرارات محكمة العدل الدولية وليها الحق أن هي لا تعترف بقرارات محكمة العدل الدولية، ولكن إسرائيل بعتت وفد للدفاع في هذه القضية تحديداً، معنى كده أن هي بيلزم عليها تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية؟ لا، وخلينا كمان نتكلم في حتة الاعتراف، أن إسرائيل هي عضو في اتفاقية منع ارتكاب الجرائم الإبادة الجماعية، فهي ملزمة باحترام يعني حكم المحكمة العدل الدولية، وهي أيضاً يعني عضو في الأمم المتحدة، فلا بد أن تنفذ حكم محكمة العدل الدولية بحسن نية. لكن طبعا يعني خلينا نتكلم ان النهارده في حاله عدم تنفيذ اسرائيل الحكم، مجلس الامن لديه العديد من الاليات وفقا للفصل السابع تمكنه من تنفيذ قراراته او قرارات محكمه العدل الدوليه. وكمان ان مجلس الامن بالفعل اصدر قرار بوقف اطلاق النار، واسرائيل ايضا لم تنفذ هذا القرار، وكانت امريكا لم تصوت وامتنعت عن التصويت ولم تستخدم حقها في يعني محكمه العدل الدوليه قراراتها بتطرح للتصويت في مجلس الامن. لا طبعا امريكا كالعاده هتستخدم حق الفيتو. هنا احنا بتطرح في حاله عدم التنفيذ ان مجلس الامن يتدخل، لابد ان يتدخل لاستخدام الفصل السابع. الواقع اللي احنا شايفينه عدم تنفيذ للاسف طبعا. صحيح. هنا بقى بنتكلم في ايه، مجلس الامن النهارده يعني هينعقد في جلسات ماضيه، انعقد في مجلس الامن وفي جلسات قادمه في الجدول الخاص بي، جلسات سوف تتحدث عن ما يحدث في فلسطين والشرق الاوسط بشكل عام. عليه طبعا ضغط كبير مجلس الامن الان من المجتمع الدولي، ولابد ان يتحمل مسؤوليته، لان مجلس الامن الان لو لم يصدر قرار وامريكا استخدمت يعني حقها في الفيتو هيفقد صلاحيته. مجرد الحديث ودون الفعل هو كالهواء سواء. خلينا نروح للدكتور تيسير ابو جمعه. دكتور تيسير، انا رايي الشخصي ان الكيان الصهيوني بيحاول فرض وجهه نظر معينه وهي معركه، ولكن ما نحن بصدده ليس بمعركه، لان المعركه زي ما كلنا عارفين بتكون ما بين قوتين عسكريتين، ولكن اللي احنا فيه ده هو اعتداء سافر. حضرتك شايف مقومات المعركة قائمة ما بين حماس والجانب الكيان الصهيوني، ولا حماس أشعلت الفتيلة
واختفت من على الساحة، وزي ما بنقول احنا بالبلدي كده اللي دفع المشاريب يحاسب هو الشعب الفلسطيني. طبعا للأسف يعني ممكن يكون في جزء صحيح من الكلام. الآن المعركة ليس بين جيشين نظاميين، الآن المعركة بين بعض من قوات المقاومة من جميع فصائل الفلسطينية، طبعا بعد أن أشعلت حماس الفتيل في 7 أكتوبر. الآن أصبحت المعركة يعني بتقدر تقول أنه دفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني. لما أنت بتشاهد بأم عينك أنه أطفال يقتلوا ويذبحوا، طبعا أنت هان ما بضل أنك أنت يعني حتى لو كنت مختلف مع حماس، في ممكن أنا أكون مختلف مع حماس، فلان مختلف مع حماس، لكن أنا بشاهد بأم عيني أنه الأطفال اللي بيذبحوا. لا، أنت ما بتقتل في حماس، أنت بتقتل قاعد في الأطفال. وأين حماس؟ حماس وأين قادة حماس؟ قادة حماس في قطر، وقادة حماس في الأنفاق، لكن على الأرض على الواقع في احنا ما بنقولش انه في بعض مقاومين من حماس موجودين، في موجود مقاومين من حماس، لكن ليس بالقوة اللي بتم تهويلها في بعض القنوات الفضائية، بأن هناك يعني صار بصوره اللي موجود في غزة ما بين جيشين نظاميين، وهو هذا مفهوم خاطئ. يعني انت لما بتشاهد مثلا على احدى القنوات الفضائية، طب ما هي برضو بعد اذن حضرتك، ما هي حماس كان ليها برضو يد في ده ونشر كتير من فيديوهات، وحطنا احنا حماس وقادة حماس حطونا وحطوا المجتمع العربي كله والمجتمع الدولي ان هم في حالة حرب حقيقية مع الكيان الصهيوني. ولكن حماس زي ما قلت لحضرتك هي اشعلت الفتيل وحطت الشعب الفلسطيني في الصفوف الاولى وتراجعت هي الى الخلف. انت مع وجهة النظر دي ولا حماس ما زالت تلعب دورا على ارض الواقع؟ حماس ما زالت تلعب دورا على ارض الواقع لبقائها في سلطة الحكم، لابقاء نفسها في الحكم. وضحت الصورة يا دكتور. نفس السؤال هوجهه لحضرتك بس بشكل تاني، يعني وضع حماس من ناحية الدولية أي ما كان بقى، نختلف معها نوافق ما قامت به، لما يأتي الحديث وأمام المجتمع الدولي دور حماس إيه في التحدث وإن هي تتكلم بلسان حال الفلسطينيين أمام المجتمع الدولي، هي خصوصا وعلى وجه الخصوص إن احنا شايفين قادة حماس في مكان وما تلاقيه فلسطين على أرض الواقع في مكان تاني خالص. وخلينا نتكلم ان هي حماس يعني ما لهاش، ان هي ما بتتكلمش باسم الشعب الفلسطيني، هي الان الحديث مع حماس او في المفاوضات، لانها هي من يعني لديها اسرى وفي ذلك، وهي من تستطيع ان يعني توقف ما يحدث من صراعات. طبعا الحرب غير متكافئه، طبعا لا يوجد مقارنه بين يعني جيش الاحتلال الاسرائيلي وحماس وما يحدث تحت الانفاق، هي كلها مناوشات. يعني هنتكلم بشكل عام ان حماس هي من فصائل المقاومه، وطبعا وفقا للقانون الدولي يعني حق تقرير مصير مكفول للشعب الفلسطيني، وطبعا المقاومه هي حق مشروع ايضا للدفاع عن الارض والاحتلال والاغتصاب، بغض النظر عن تختلف مع اي فصيل من المقاومه، لكن نحن نتحدث الان عن مقاومه تدافع عن شعبها وعن يعني عن ارضها، بغض النظر طبعا عما حدث في 7 أكتوبر وما حدث. يعني يمكن ايضا كان المجتمع الدولي او بعض الدول الغرب يعني كانت في البدايه ضد ما حدث وكانت يعني بجانب اسرائيل، لكن في نقطة مهمة عايزين نوضحها، حتى ما كانت يعني حماس فعلته في 7 أكتوبر من اعتداءات أو ما إلى ذلك، وكان فيه يعني الكثير من يعني من أدانوا هذه الأفعال، لكن خلينا نتكلم إن طبعاً نحن نتفق على أن أي مدنيين نحن ضد قتلهم من أي جانب، ولكن خلينا نعرف من هو المدني. هل من يحمل السلاح يعتبر مدني؟ للأسف الاحتلال الإسرائيلي أو الشعب الإسرائيلي بأكمله يعني بشكل عام أغلبهم المستوطنون يحملون سلاح، وأعتقد سيادتك تتفق معايا إن أغلب المستوطنون يحملون سلاح، فإذا من يحمل سلاح لا يمكن أن يوصف بأنه مدني. دكتور محمد، للأسف خلصت فقرتنا ولكن لم تنتهي قضيتنا، ولنا لقاء معك يا فلسطين، سوف ننول الحرية وتنول الحرية رغم أنف المغرضين. بنشكر ضيوفنا النهاردة اللي نورونا في الاستوديو لمناقشة هذا الملف اللي هيفضل معانا مستمر إن شاء الله في الحلقات الجاية، وهنتابعكم بكل التطورات.
شكرا دكتور تيسير تشريفك لينا النهارده. شكرا دكتور محمد. استنونا بعد الفاصل في قضية رأي عام.